السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اليوم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نبدأ من جديد. اليوم إن شاء الله تعالى إحنا حناخد تفسير الأحلام بموضوع معين. قبل ما نبدأ إخواني وأخواتي، بتمنى نوضع اللايك والاشتراك في القناة. اللي ما اشترك في القناة يشترك في القناة، قناتنا تفسير الأحلام والاستخارة. تفسير الأحلام طبعا مباشرة، تكتب الحلم نرد فورا. أما بالنسبة للاستخارة نأخذ الخيرة ونرد عليها ثاني يوم، نأخذ الأسماء ونرد ثاني يوم، ونرجع شو نحكي؟ لا يعلم الغيب إلا الله. اليوم إن شاء الله هنأخذ أحلام تبشر برجوع الطريق. ما هي الأحلام التي تبشر برجوع الطريق؟ أهي أحلام تبشر برجوع الطريق، تمام؟ هذا نشوفها. في أحلام بتبشر برجوع الطريق، تعالوا نشوف شو هي. أول منام اللي بتبشر برجوع الطريق، أولا رؤية السير على الثلج وترك الأقدام عليه على عودة الزوج والخطيب. طبعا رؤية السير على الثلج وترك الأقدام عليه، يعني تسير بالثلج والأقدام، أثر الأقدام ما زالت موجودة على الثلج، هذا بتدل على عودة الزوج أو الخطيب أو الحبيب. كذلك بتدل أيضا على الزواج فورا، وبتشير أيضا لرؤية إزالة الحالم من مكانه وإرجاعه مرة أخرى، وبرضه بدل على وعود الزوج. هذا هي رؤية المشي على الثلج وترك الأثار عليه. كذلك بتدل هذه الرؤية على الانتقال إلى منزل جديد بإذن الله طبعا، وبتدل على عودة الطليق والخطيب إلى زوجته مرة أخرى. كمان واحدة، رؤية الزوجة إلى أن طليقها يجامعها في المنام. هذه الرؤية بتشير إلى عودة الزوج إلى زوجته مرة أخرى، وبتدل أيضا لتحقيق الأمنيات بإذن الله تعالى، وأيضا بتدل على تحقيق رغبات عن صاحبة هذه الرؤية بإذن الله تحققها في أقرب وقت ممكن عفوا. كذلك إن شاء الله تعالى بتدل على إصلاح الجزء التالف الموجود اللي حصل ما بين الطرفين. هذه الرؤيتين بتدل على عودة ورجوع الطليق، هذه أحلام تبشر برجوع الطليق. كمان من الأحلام نفسها اللي بتدل على رموز بتدل على عودة الطليق كذلك، أول واحدة رؤية تشير كمان واحدة تشير رؤية تغير الوضع من الليل إلى النهار، تغيير الوضع من الليل إلى النهار، هذه بتدل على عودة الطليق والخطيب، تمام؟ رؤية والدة المطلقة هذه بتدل على العودة، فرش السرير في المنام بتدل أيضا على العودة. رؤية هدية شخص ما يهدي هدية للمطلقة، هذا بتدل على عودة الطليق بإذن الله تعالى، في حال انه شخص ما بيهدي هدية للمطلقة، مثلا ممكن تكون ثوب، ممكن المهم انه هي هدية يعني بإذن الله تعالى. كمان كما تدل هذه الرؤية انه الرجوع سيكون قريب ان شاء الله تعالى بإذن الله. هذه جميعها من الأحلام أو الرؤى اللي بتدل على عودة الطليق أو رجوع الطليق مرة أخرى إلى الحياة الزوجية. هذه الرؤية من الرؤى المميزة عامة اللي بتعرف عليها المطلقة، اللي هي الهدية، فرش السرير، المجامعة، جميعها بتدل وتبشر على رجوع الطليق وعودته مرة أخرى بإذن الله تعالى. طب عودة الخطيب، الخطيب إلى خطيبته في المنام، طبعا دلالات كثيرة بتدل على عودتهم، هي تقريبا بتبقى متشابهة بإذن الله، إنه كلها تكون متشابهة من بعض، هي متشابهة بالعودة الطليق أو الطليق أو الخطيب، نفس الأحلام ونفس المبشرات. هيك بتمنى إنه يكون وصلكم كل شيء، وبتمنى إنه يسعدكم ويوفقكم بإذن الله تعالى. فرش السرير لا تنسوا، تغيير الملايا، الهداية، الفرش الجديد، الأثاث، المجامعة، تمام، الأثاث، المجامعة، الفرش الجديد، الهدية، رؤية أم الطليق، جميعها بتدل هذه للطليق والخطيب، هي نفس الرؤية بإذن الله تعالى.
تمام. لا تنسوا الاشتراك في القناة والاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. استودعتكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.